يا حبيبة قلبي، أنا امرأة مسيحية ولكن متأثرة بإخواني وحبيبات قلبي الإسلام. بدي أهديكم هالأذان، إذا في غلط اعذروني لأنه ماني مطلعة على الكلام المضبوط، ولكن الشي اللي بيطلع من القلب أكيد مهم كتير. الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا رسول الله. طبعا بنشكر الست الطيبة دي على مشاعرها الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها يا رب ويصلح حالها ويبارك فيها. السؤال اللي يتسأل كتير من الحبايب الصغيرين يقول لك هي كده نطقت الشهادة كده بقت مسلمة؟ لا يا جماعة، الإسلام عشان تدخل فيه لازم النية، لازم يكون عندك النية دخول الإسلام، لكن مش تنطق الشهادة بس كده يبقى أنت بقيت مسلم، لا، لازم يكون عندك نية دخول الإسلام حتى يقبل منك الإسلام، لكن مجرد نطق الشهادة كده لا يعتبر دخول الإسلام. جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم.